الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن قيمة المنتجات النفطية المستوردة لعام 2021 بلغت أكثر من 3 مليارات دولار. وقالت سومو إن الكميات المستوردة من زيت الغاز لعام 2021 بلغت 1,074,000 طن بقيمة مالية بلغت 657,442,000 دولار، فيما بلغت الكميات المستوردة من البنزين 3,475,000 طن بقيمة مالية بلغت 2,543,620,000 دولار. وأضافت أن الكميات المستوردة من النفط الأبيض خلال عام 2021 بلغت 163,000 طن بقيمة مالية بلغت 100 مليوني دولار و 340,000 دولار. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى متوسط 326,000 برميل يومياً. وأضافت أن صادرات العراقية النفطية لأمريكا بلغت معدل 326,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، ليكون رابع أكبر مصدر إليها، وليتجاوز بذلك السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها النفطية لأمريكا 306,000 برميل يومياً. يدرس الاتحاد الأوروبي وضع أحد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي لتجنب ارتفاع التكاليف على الشركات والمستهلكين بعد قيام روسيا بالحد من التدفقات أو قطع الغاز عنها بشكل كبير. وقال الاتحاد الأوروبي إن وضع حد أقصى للسعر في حالة الطوارئ سيقتصر على مدة معينة، ويجب استخدام سعر السوق لأطول فترة ممكنة، وقد يتم تغيير الاتفاق المقترح في الوثيقة قبل التبني المقرر في 18 من شهر أيار. ومن المقرر أن توصي المفوضية الأوروبية بالاتفاق على مبادئ مشتركة للاستعداد لقطع أوسع وحالة طوارئ إقليمية، حيث لم تعد أسواق الغاز قادرة على مطابقة العرض والطلب وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ. ناشد وزراء خارجية مجموعة الدول السبعة روسيا لفك حصار الموانئ البحرية الأوكرانية واستئناف عمليات تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية الضرورية لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقمح. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن المجموعة تبحث طرقاً بديلة لنقل الحبوب من أوكرانيا مع تصاعد خطر أزمة الجوع العالمية. ولفتت بيربوك إلى أن ما يصل إلى 50 مليون شخص سيواجهون الجوع إذا لم تستأنف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن حوالي 28 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.